السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. بحث أو التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا أبي أحمد، وبحث اللقاء جملة القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب آفاق الحل الراهن للعملية السياسية بالسودان. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا الاجتماع المشترك للجنة المعلمين السودانية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور وزير المالية جبريل إبراهيم، وخلص الاجتماع الذي جاء بتوجيه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية العام 2023، وتنفيذ قرار وزارة المالية رقم 363 و380 ودفع البديل النقدي لكل الولايات ومتابعة اعتماد منحة من رئيس مجلس السيادة. كما أقر الاجتماع إقامة مؤتمر لقضايا التعليم برعاية مجلس السيادة وإشراف لجنة المعلمين السودانية. بحث وزير الحكم الاتحادي محمد كورتيكيلا صالح بمكتبه مع سفير جمهورية مصر العربية هاني صلاح سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة تبادل الزيارات والخبرات في مجالات التنمية المختلفة وتعزيز التعاون المشترك في مجال الحكم الراشد والتنمية المحلية والبنى التحتية. وناقش اللقاء المقترحات المصرية لقيام ورشة عمل بالثامن من فبراير المقبل تضم القوى والمكونات السياسية بهدف التوصل إلى تسوية شاملة على الساحة السياسية السودانية. أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022 الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم. وتأتي التعديلات بضرورة أحكام وزارة المالية على المال العام والتحكم في الإيرادات والمنصرفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة. افتتح والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان رفعت مرغني افتتح بالأمس المكتب الفرعي للمفوضية بالقضارف، وجدد الوالي المكلف الالتزام القاطع بالمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعا المفوضية إلى توعية الجهات ذات الصلة بالقوانين والنزول بها إلى مستوى القواعد، كما نادى بمعالجة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان على رأسها المخدرات واللجوء. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري من قناة الشروق، دمتم في أمان الله.